النجم الكبير سيد رجب منور مطعم في القاهرة 24. الله يخليك. جايين نبارك على 19 بيت، اتبسطنا قوي شفناك مهرجان القاهرة السينمائي بصراحة. عمل حلو جدا، شخصية حضرتك يعني جميلة بجد، وتمثل فئة كبيرة من الحراس العقارات في مصر. يعني فكرة الهدوء، فكرة علاقته ببيته، فكرة علاقته بالحيوانات، تأثره بالمكان اللي هو عايش فيه، إن هو كان يعني خايف إن هو يسيبه ويمشي، حاجات كتيرة جدا. إيه اللي أصلا اللي جذبك إن أنت تقدم الدور ده وتوافق على الفكرة بصراحة؟ والله اللي جذبني في الدور واللي خلاني اوافق على الفكره ان هو مش موضوع حارس عقار، هو الموضوع موضوع انساني واسع جدا. كلنا عايشين الحاله ديت، وانا شفت شخصيتي في الراجل دوت، احساسه بالوحده واحساسه بالخوف من الاخر، احساسه بالخوف من العالم الغريب اللي وانه بيلاقي سلوته مع الحيوانات ومع القطط ومع الكلاب. انا شايف ان ده مش موضوع حارس قد ما موضوع انساني عام جدا، وده اللي خلاني اشتغل في الفيلم. انا علاقتي بالحيوانات كويسه قوي، بحب الحيوانات، بحب الكلاب، بحب القطط، وبربي كلاب وبربي قطط وحبايبي. يعني طبعا 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 غريبه جدا، يعني طبعا ده ازاي، وشفت بالاخص علاقه بنادي السباحه بس جات لك مساعدتك طبعا. هو الكاست كله بشكل عام الاستاذ احمد عبد الله اختاره بدقه شديده جدا. كل الادوار مختاره بدقه شديده، ما حسيتش باي غربه وانا بشتغل مع اي ممثل. حتى صديقي عصفور اللي هو جاري اللي هو البواب اللي جنبي، انا فعلا حسيت ان هو عصفور الجار بيساعد. الحيوانات حسيتها بتاعتي، بلعب معاها حتى واحنا مش بنصور، الدنيا كده. احمد وناهد طبعا حاجه، شرفت ان انا اشتغلت معاهم، لان في النهايه انبهرت كمان بالنتيجه. لان انا بعد يعني انا حبيت الفيلم من التريتمنت ومن السيناريو ومن اثناء التصوير، ولكن بعد ما شفت الفيلم انا كاني بشوفه لاول مره، انا حبيت الفيلم بالظبط. الحمد لله الحمد لله. الفيلم طبعا يعني من خلال الجمهور في مهرجان القاهرة أنا حسيت بنتيجة الفيلم، وأنا حبيته بغض النظر عن أي حاجة خالص. ولكن بعد كده الفيلم خد جوائز كتير، ولسه خد 3 جوائز من تونس ومن المغرب وبتاع، جائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل ممثل تاني. ده طبعا شرف كبير لينا، وده نتيجة طبيعية لشغل اتبذل فيه مجهود من أول الفكرة للتريتمنت لغاية ما طلع الفيلم. هقدم ايه جديد فيه عشان يبدو متغير، لان مش معقولة اعمل شخصية واحدة طول حياتي. انا متعتي وسعادتي في ان انا بعمل شخصيات متنوعة، فلو عملت شخصية واحدة طول حياتي هبقى انا ما فيش لا متعة ولا شغف ولا احساس ان انا بمثل، ان انا بعمل دور واحد طول حياتي، فده مش بالنسبه لي مش تمثيل. في نجوم كتير شباب اطفال فعلا، كل حضرتك شاركت معاهم منهم كريم عبد العزيز واحمد كتير، يعني بنشوفك برضو معاهم كانك يعني ايه صاحبهم، مختلف معاهم في الكواليس، مختلف معاهم في الافلام. مين من الناس برضو غير كريم واحمد بتحب تشتغل معاهم وتشوف نفسك؟ اولا طبعا انا يعني الاستاذ كريم والاستاذ احمد عز دي حاجه بديعه ان انا اشتغل معاهم، واشتغلت مع ناس كتير جدا، وفي النهايه عايز اقول لك ان انا كلهم بحبهم. ساعات ببقى رايح لنجم ابقى متخوف
من ان هو هنتقابل ازاي وهنعمل علاقة ازاي وهنقدر ننقل طاقتنا لبعض ازاي، انما بعد ما بنشتغل خلاص الموضوع بيخلص وبتبقى الدنيا تمام. فانا سعيد بممثلنا وسعيد بامكانياتهم وبتمنى ان يحصل شغل على طول معاهم. فانا ما عنديش ممثل او ممثله حتى انا نفسي اشتغل معاه وعايز اشتغل، لان كلهم بيقدموا لي جديد وكلهم انا بحاول اقدم لهم جديد وكلهم بنتبادل مع بعض الطاقه، وكل ممثل جديد انت بتشتغلي معاه انت بتستفيدي وبتفيدي. العلاقه حضرتك بالمسرح، يعني انا عارفه انت قدمت كتير على المسرح، هل في جديد؟ والله بتمنى، بس انا لسه عامل مسرحيه قريب تعرضت في السعوديه مع الاستاذ احمد عز، مسرحيه لايت كده كوميدي خفيف. انما انا بعمل مسرحيات بقى مع الاستاذ احمد العطار، من المسرحيات شويه تجريبيه بتاعت مهرجانات وبتاعه بنسافر بيها. فبتمنى ان شاء الله يا رب يبقى في بروجكت كده نعمل مسرحيه جديده نلف بيها الدنيا تاني. خليك على التراك، خليك دؤوب على اللي انت بتحبه وافضل حبه لغاية اخر يوم في عمرك. حصل ولا ما حصلش، على الاقل انت عملت اللي بتحبه. دايما بتقول لكل دايما بتشارك. طبعا في شباب بيقولوا لي احنا عايزين نمثل، عايز نمثل، مثل مثل. الله، طب ما انا ممكن اقعد 10 سنين او 20 او 30، مش ده اللي انت بتحبه اعمله خلاص. هل اصلا بتكون الفن رساله، وان انت العمل اللي بتقدمه ده بيفيد المجتمع وبيوصل رساله في النهايه؟ طبعا 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 طبعا. في حاجه معينه انت نفسك تعيشها مؤخرا بين المشاهد؟ لا، ما فيش حاجه معينه، بس يعني 19 ب بيناقش حاجه معينه، دعوة للمتفرج انه يفكر في نفسه ويشوف خايف من ايه ويقدر يواجهه ازاي. الموضوع بسيط، السينما دعوة للتفكير، دعوة للتغيير، دعوة لنظرة اوسع على الدنيا، هو ده الموضوع. فدي الفايدة. و19 بيه بيعمل كده، وافلام كتيرة جدا بتاخد دلوقتي جوائز في مهرجانات كتيرة جدا بتعمل كده وبتخلينا نفكر. فانا رأيي ان 19 بيه ثورة صغيرة كده في عالم السينما. يعني مبدئيا برشامة في الاول وربنا يسهل. ما فيش جديد، هو فكرة لطيفة برضو، يعني فكرة لطيفة كده من الأستاذ خالد دياب ومكتوبة حلوة قوي، وإن شاء الله يعني هتبقى حاجة كويسة. مفيش دراما الفترة دي. لسه يعني الدنيا ما بحبش أتكلم إلا لما يبقى الموضوع مظبوط. ف حبيبتي ربنا يخليك، ميرسي خالص.